السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع عالمي عمل تقرير ظريف جدا عن مصر. هو الموقع ده مشهور بتغطيته للثروات والجانب الاقتصادي للدول وثروات الدول اللي هي الثروات الموارد الحقيقية للدول، وبيقول لك مؤشر ان الدول دي ثرواتها او قدرتها المالية ايه، من حيث بقى سواء ثروات معدنية او ثروة سمكية او ثروات حيوانية او حتى طاقة بشرية. فبيجي يقول لك ايه، البلد دي مواردها كلها على بعضها بتساوي كذا. هو الموقع ده متخصص في كده، اسمه انسايدر مانكي حاجة كده يعني. فالموقع ده عمل تقرير عن مصر، مش عن مصر بس، هو عمل تقرير بيرصد الناس كلها. اكتشفنا مفاجأة غريبة جدا جدا جدا. المفاجأة دي هتدي سيسي على دماغه هو ونظامه. المفاجأة دي باختصار شديد جدا، نتخيل مصر فين في الحدوتة دي. مصر في المركز الـ32، انت متخيل؟ يعني في ترتيب الدول العالم مصر بالنسبة لحجم ثرواتها وغنى البلد وغنى الموارد اللي فيها مستوانا 32 على مستوى العالم، انت متخيل؟ ده خد بقى التقيلة الأتقل. احنا مستوانا عربيا، تخيل احنا مستوانا عربيا فين؟ التاني بعد السعودية. يعني احنا اغنى من الامارات والكويت وقطر والكلام ده كله، احنا اغنى من الدول دي كلها بحجم مواردنا وامكانياتنا وثرواتنا المدفونة في قروش العسكر. والسيسي طلع من كام سنة يقول لك احنا فقراء قوي، احنا ما عندناش، احنا ما فيش، اجيب منين، اعمل ايه؟ حجم ثرواتنا قدرت يا جماعة، قدر الموقع ده حجم ثرواتنا بـ1.4 تريليون دولار. فاكرين السيسي لما كان بيقول لك بس ادوني تريليون جنيه عشان خاطر اقدر اقوم البلد دي على جنب؟ طب يا سيدي انت عندك تريليون واربعة من عشرة دولار، ورينا بقى شطارتك. انما طبعا كل الثروات دي، بس عشان تبقى فاهمين، هي الناس دي بتشوف الحاجات دي، امكانيات البلد ومواردها وثرواتها، وبتقدرها، بتقول لك كذا. الثروات دي ممكن فعلا بالفعل تكون موجوده، لان الموقع ده ما بيهزرش. بس هتلاقوه فين؟ هتلاقوه في جيوب وكروش العسكر، في بنوك العسكر، في تجارة ومال العسكر واقتصاد العسكر اللي الشعب ملوش دعوة بيه. باختصار شديد جدا يا جماعة، احنا زي ما قلنا قبل كده احنا مش فقراء قوي، احنا بس محتاجين إدارة رشيدة للبلد، محتاجين حد يبقى فيه توزيع عادل للثروات. حتى فكرة الاستثمار يبقى فيه توزيع عادل في الاستثمار، خلي الناس كلها تشتغل، خلي المدنيين يشتغلوا. البلد مش بتاعت الجيش بس، لكن للأسف احنا عندنا الجيش بتاعنا جيش كده، جيش كبير جدا، وطلعت له بلد اسمها مصر مع شوية مدنيين كده قد 110 ولا 109 مليون بني آدم كده، دول طلعوا بس كده عالة على المجتمع. فدي حجم ثرواتنا، والسيسي لازال بيكذب على الناس. السيسي سرق البلد في عبه وكرشه هو والحاشية بتاعته، وكل واحد بقى يدور على فلوسه فين وثرواته فين. الموقع ما بيكذبش، هو مش موقع إخوان، دي كل الحدوتة. وحضرتك عايز تصدق صدق، مش عايز اخبط دماغك في الحيط، عادي جدا يعني. الموضوع عندي مش هيفرق كتير، لان انت كتساوي عظيم، انت الفيديوهات دي مش موجهه ليك، موجهه للناس اللي بتفهم بس في مصر، واللي عايزين يعرفوا الحياه، واللي عايزين يعرفوا احنا وصلنا لفين، وليه احنا طول الوقت بنكذب السيسي وبنقول ان السيسي كذاب، وهيفضل كذاب لان عمره ما يقول حاجه صدق، وهنفضل نهاجمه. احنا مش بنهاجم السيسي عشان خاطر، لان السيسي ما بينجحش، احنا بنهاجمه وبنهاجم كذبه اللي بيضحك بيه على المصريين. وللاسف في مصريين كتير يا عيني، اللي بيصدق واللي ساكت واللي خايف واللي مطنش واللي عامل نفسه مصدق واللي عامل نفسه مش واخد باله واللي عامل نفسه زي حالاتي كده من بنها. احنا وضحنا لكم الحقيقه بقى، وكل واحد يشوف حاله ويشوف نفسه. في النهايه طبعا اتمنى من حضراتكم دعمنا بلايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد بننزله. سلام.